لو سبت خلال السنة 400,000 جنيه وياخد الأجهزة بتاعته. يعني ما كانش إن هو كان يتبناني كفكرة، يتبناني كواجهة للمكان مش أكتر. وقف المشروع عن كده؟ وقف المشروع إن هو جاب حتة الأرض وعملها باكيات، عملها 7 باكيات إن أنا أقدر إن أنا أكون ليا باكية فيهم. بس قال لي علشان تشتغلي معايا يبقى انت ليك ربع وانا ليا 3/4. الربع فيه قال لي ربع ان انت لا تشتري الجهاز، الجهاز ده كان عامل 20,000 جنيه، انت لا تشتريه وهنعمل عقد خلال السنه، لو سبتيه خلال السنه تدفع شرط جزائي 100,000 جنيه وهسيب الجهاز ومفيش اي حاجه عندي في المكان. تمام. بس فسبت المشروع ومشيت ما كملتوش. مفيش اي عرض لاي شركه ثانيه او حاجه اسمها ده؟ لا. المحافظ بتدي؟ لا ما عرفتش حد. عرضت حد الفكره على حد من المدون عن المحافظه الغربيه؟ مفيش حد عرض الفكره. كبنت في المجتمع مفيش بنات يشجعوكي حاجه زي كده، بس انا مش حاطه فكره البنات بس، انا مش هوقف مستقبلي على البنات بس. ممكن في مجتمعات وفي اسر ما ترضاش ان تخلي بنتها تطلع في الشارع حاجه زي كده. تمام. فانا موقفه البنات والشباب. احنا نبقى برضه مجتمع واحد ونبقى اللي ملوش شغل يلاقي شغل. زي ما بيقول